26 المرحلة الخامسة التي ربطت بين مدينتي فاس ومكناس توج فائزا بها الدراج المغربي سعيد أبلواش من المنتخب الوطني حرف ألف. وقطع أبلواش الفائز أيضا بالمرحلة الأولى، قطع مسافة المرحلة البالغة 103 كيلومترات في ساعتين و24 دقيقة و15 ثانية، متقدما بسرعة النهائية على كل من السلوفاكي ماتيج جوكو ومواطنه ماريك ميكانيكي. والتفاصيل لبعثتي الرياضية مع الطواف. بعدما ألغيت مرحلة أمس بسبب هبوب رياح شرقية قاسية وأمطار غزيرة، خاض الدراجون غمار المنافسة من جديد في المرحلة الخامسة الرابطة بين العاصمة العلمية فاس والعاصمة الإسماعيلية مكناس. هذه المرحلة ورغم قصر مسافتها إلا أنها اتسمت بوجود مرتفعات بلغ طولها أكثر من 70 كيلومترا. فربما كتشوفوا انه المرحلة قصيرة، ولكن راه فيها تقريبا 73 كيلومتر ديال الصعود، من كيلومتر 53 وحنا كنبداو كنطلعوا الى انه وصلنا لمولاي ادريس، فمن بعد بدا شوية ديال الهبوط، ثم من الدورة ديال مولاي ادريس الى مكناس، فكان كل الصعود بمعنى انه 73 كيلومتر اليوم كانت الصعود. وبالحديث عن اجواء المنافسه، فالكوكبه ظلت مجتمعه في الكيلومترات الاولى، اللهم بعض الانسلالات التي كانت تسجل بين الفينه والاخرى. وعند الكيلومتر 20 انقسمت الكوكبه الى مجموعتين، وكان على راس الاولى البريطاني اوغوبيغ، غير ان الاوضاع تغيرت بمجرد الدخول الى منطقه نزاله بن عمار، حيث تراجع الدراج البريطاني ليترك المهمه لدراجين اخرين من بينهما المغربيان عادل جلول وسعيد أبلواش. المنافسة كانت محتدمة والصراع اشتد مع الاقتراب من مدينة مولاي ادريس زرهون بين الدراجين المغربيين والجزائري نبيل باز والسلوفاكيين جيركو ماتيج وكانيكي ماغيك. السرعة النهائية كانت الفاصلة في تحديد الفائز بالمرحلة، المغربي سعيد أبلواش الذي حافظ كذلك على قميصه الأخضر، في حين ظل القميص الأصفر في حوزة الدراج ماتيو بيرجي. المرحلة ديال اليوم هي بصراحة عزيزة عليا، مدينة مكناس ديما كنحقق فيها نتائج مزيانة. بهذه المناسبة كنشكر عادل جلول اليوم اللي صراحة ساندني وكان في اللياقة البدنية ديالو كاملة، وأبلواش سعيد وكذلك كان في اللياقة البدنية الكاملة ديالو. حاولت اليوم باش نركز على الفوز بالمرحلة ونكتسب عاوتاني شوية النقاط القميص باش نحافظ على القميص الأخضر. الحمد لله توفقت باش نفوز بهذه المرحلة هذه، كان هدي الفوز ديالي للعائلة ديالي أولا والساكنة ديالي مدينة مكناس. وبخصوص القميص المنقط فمنح للدنماركي ويلمان فريدريك، غير ان الفرنسي ماتيو بيرجي قدم اعتراضا بهذا الخصوص واكد انه صاحب القميص المنقط ايضا. J'ai toujours le maillot à pois mais il y a eu le jury l'a donné à celui qui avait actuellement il est deuxième et donc c'est pour ça après tant pis ils me le remettront plus tard le maillot. بالنسبه للقميص الاصفر ماتيو عنده الحق انه ياخذ المايو في الوصول، ولكن في الانطلاقه باش ما ياخذش باش القميص المنقط ما يبقاش انه ما نديروهش في المرحله، كنعطيوه للثاني ديال المرحله. العناصر الوطنيه اذا اظهرت للجميع انها قادره على الفوز وكسب المزيد من المراحل في طواف المغرب 2013.